ده بقى الجزء اللي هنتكلم عليه دلوقتي التفاصيل شويه. انا هاخد الكومبينيشن بتاعت التو افكتس بقى. اوكي التو افكتس احنا عندنا الايفكت بتاع الجروث بتاع الماجنتايزيشن في اتجاه الزي والديكي بتاعنا في الايه في الماجنتايزيشن في اتجاه الايه في اتجاه الاكس واي. فيبقى السيجنال انتنسيتي بتاعتنا عامه بتتناسب مع ان اوف اتش اللي هو الكونسنتريشن بتاع الهيدروجين نيوكلاي اللي موجوده في التيشو مضروب في فاكتور اللي هو بتاع الترانسفيرس ريلاكسيشن مضروب في فاكتور بتاع اللونجيتيودن ريلاكسيشن. فمعنى كده انا ببص هنا دلوقتي الاقي عندي ده عباره عن حاجه بروبرتي للتيشو بتاعتي ما اقدرش ان انا اغيرها. التي اي والتي ار هنا لا دول حاجه في ايديا انا بقى ده الدكتور هو اللي بيحطهم او الفيزيشن او الاوبريتور او التكنيشن بتاع المكنه هو اللي بيحطهم. هم ممكن ياثروا لي على الكونتراست بتاعي بتاع السيجنال انتنسيتي بتاعتي بتساوي كام. يعني بمعنى انا ممكن اخلي الفاكتور دوت الفاكتور اللي هو الاولاني اللي هو له علاقه بتي 2 ستار ده ممكن اخلي له قيمه ديبندنت على تي 2 ستار بكام. لو خليت التي دي كبيره لو خليت تي صغيره او بتساوي صفر يبقى معنى كده ده اي تو ذا ماينس صفر على اي حاجه يبقى في الاخر ده بواحد يبقى ما يفرقش معايا في حاجه. انما لو خليت ده برقم يعني ما هواش صفر اوكي يبقى معنى كده التي 2 ستار بتاعتي هتبقى موجوده في الايكويشن دي يبقى معنى كده السيجنال انتنسيتي بتاعتي هتبقى لها علاقه بالتي 2 ستار. يبقى ممكن انا كده اعمل حاجه اسمها تي 2 ستار كونتراست يعني اخلي السيجنال بتاعتي او اخلي الايمج بتاعتي النقط نفسها اللي موجوده في الصوره تبقى قيمتها معتمده على قيمه التي 2 ستار بتساوي كام. نفس الكلام نقدر نقوله بالظبط بالنسبه للجزء بتاع اللونجيتودنال ريلاكسيشن. حسب قيمه التي ار بتاعتي اقدر اقول برضو ان انا اخلي الفاكتور اللي فيه تي 1 ده موجود او مش موجود. لو خدت التي ار دي كبير قوي اوكي يبقى معنى كده انا هنا هتبقى اي تو ذا ماينس انفينيتي مثلا على تي 1 يبقى معنى كده مش فارقه خالص كل ده بيبقى بصفر في الاخر. يبقى معنى كده ان في الاخر الترم ده كله اللي هو الاخراني خالص ده هيبقى بواحد مش هيفرق معايا. انما لو خدت تي ار صغيره يبقى معنى كده الترم دوت مش هيبقى بيساوي واحد بقى مش هيبقى بيساوي صفر يعني الجزء اللي هو ده مش بيساوي صفر. يبقى معنى كده ده هيبقى له قيمه والقيمه دي ديبندنت على تي 1 بتساوي كام. فمعنى كده لو خدت التي ار بتاعتي صغيره يبقى السيجنال انتنسيتي بتاعتي هتبقى متناسبه مع حاجه فانكشن في تي 1 بتساوي كام.